للحديث فيما يتعلق بآخر تطورات غزة وفلسطين ينضم إلينا من القدس عبر سكايب المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور نظير مجلي، ومن عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال أدلمي. لعل البداية تكون معك أستاذ مجلي، يعني 18 يوماً على بدء الحرب على غزة، كيف تجد رد الفعل السياسي والشعبي على تعاطي حكومة نتنياهو مع الموقف بعد كل هذه الأيام؟ مساء الخير لك ولضيفك وللإخوة المشاهدين والمشاهدات. أهلاً بك. الوضع يعني إذا كنت تقصد رد الفعل الإسرائيلي، فالجمهور الإسرائيلي يؤيد الحرب، نعم ما زال معبئا في الدعايات الحكومية والعسكرية، نعم ولكنه لا يثق في الحكومة لأسباب سياسية ولأسباب تتعلق بالفساد وتتعلق بالأنانية التي يتسم بها رئيس الوزراء نتنياهو الذي يقود حكومة اليمين المتطرف، وهي حكومة نهب حتى لأموال الشعب يعني، ولذلك لا يطيقون هذه الحكومة، ومع ذلك يرون أن الحرب التي تخوضها هي حربا عادلة حتى الآن في الشارع الإسرائيلي. نعم هنالك فقط يعني نوع من المظاهرات مرتبطة بقضية الأسرى وعائلات الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى حماس، وكذلك عدد من القوى اليسارية والليبرالية يظهرون في الشوارع في مظاهرات يطالبون فيها بإجراء صفقة تبادل أسرى، نعم حتى لو كان الثمن لذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين جميعا وإغلاق السجون نعم الإسرائيلية. هذا الصوت بدأ يرتفع، وفي أيضا في الصحافة الإسرائيلية بدأ يرتفع، ولكن حتى الآن في قضية الحرب ما زالوا مجندين بغالبيتهم الساحقة إلى جانب هذه نعم الحرب على الرغم من شراستها وعدوانيتها السافرة. سأعود إليك دكتور مجلي، أنتقل إليك بالسؤال الآن. ضيفي من عمان الكاتب والباحث السياسي الأكاديمي الدكتور هلال الدليمي، في الملف الفلسطيني ولكن من وجهة نظر عراقية وربما إيرانية، يعني كلمة السوداني في القاهرة حملت رسائل تهديد بالتصعيد بعد القصف الصهيوني على غزة وبعد عودته إلى بغداد، استنكر الهجمات على القواعد الأمريكية وأمر بملاحقة المسؤولين عنها. السؤال هنا، بما تفسر هذا التحول في موقف السوداني؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم. أهلا بك. فداء نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لشهداء فلسطين، كل فلسطين وشهداء غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجرحى وأن يمن الله عليهم بالصبر والثبات. المسألة ما تفضلتم به حول الموقف الرسمي لكل المتحدثين عن دعم المحور عن دعم فلسطين إعلاميا وخذلانهم عمليا، هذا هو المحور الذي يجب أن نقف عنده طويلا، أن الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، صدق الله العظيم. الآن الموقف جلي ما بين أن تقف فعلا موقفا حقيقيا ضد من يقوم بهذه المجازر ومن يدعمها، وإلا ما هو سبب تحرك الأساطيل الأمريكية والدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الصهيوني الذي قطع في القتل وتجاوز الحدود حتى الإنسانية في المعالجة لموضوع مثل هذا الأمر؟ العالم سكت عندما تقوم إسرائيل بالقتل من 70 عاما. نعم دكتور هلال، حبذا لو توضح لنا رؤيتك فيما يتعلق بالتحول نعم. بموقف السوداني على وجه السوداني التحديد. السوداني وموقفه هو يمثل الموقف الإيراني في العراق، والذي يستخدم الدعاية فقط لأغراض سياسية ليس لها علاقة بالموقف نعم. الحقيقي. من أراد أن يدعم القضية أن يدعمها فعليا، هذه التصريحات لا تغني ولا تسمن، لأنه نعم. على واقع الحال الميليشيات العراقية موجودة في سوريا وتستطيع العبور إذا كانت فعلا تريد أن تشارك في هذه الحرب، لكن الانحراف واضح. العملية عملية حقيقة هي دعاية سياسية لإرضاء طرف من الأطراف، والنتيجة الحماية الأمريكية التي لهذه الحكومات في العراق، من أتى بالسوداني وغيره، الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حماية هذه المصالح تتعارض تماما مع التصريحات التي يتحدثون بها. ولكن هذا شأن وهذا شأن الإعلام والتزوير الإعلامي، والتزويق الإعلامي سمعناه كثيرا، ولكن الناس تقتل
والأمر لا يحتاج إلى شروحات أرجو أن حقيقة تبقى معي كبيرة. دكتور هلال، سأعود إليك من جديد. إليك دكتور مجلي، يعني هناك حديث كثر تداوله في الآونة الأخيرة في الإعلام العبري عن خلافات بين نتنياهو وحكومته الطارئة أو المصغرة، ما أثر هذه الخلافات على القرار الرسمي داخل الكيان المحتل؟ يوجد عدم ثقة فيما بعد بينهم وبين بعضهم البعض، ولكن قضية على الاتجاه للحرب اليوم أحدثت خلافا إضافيا. قضية الثقة، لأن هذه الحكومة كما تحدثنا يمينية متطرفة، وتحاول أن ترسخ حكم اليمين في إسرائيل حتى لا يكون هنالك انسحاب من الضفة الغربية على نمط الانسحاب الذي جرى من قطاع غزة نعم، قبل 18 عاما، وهذا أحدث شرخا في المجتمع الإسرائيلي، لأن الوسائل التي يريد نتنياهو وبدأ يمارسها هي تحطيم عدد من الأسس الديمقراطية وتغيير القوانين التي تجعل اليمين قادرا على الحكم لفترة طويلة ويقمع الحريات ويقمع الكثير من إمكانيات العمل والتعبير عن النفس. نعم، في موضوع الحرب الخلاف جاء في شكل آخر. الحكومة متفقة على أن تذهب إلى هدف وهمي هو تصفية حماس، إبادة حماس. هذا هدف من الناحية المهنية، يعني الذين يفهمون بالعسكرة والذين يفهمون بالسياسة يعرفون أنه لا يمكن أن تقضي على حركة بهذا الشكل. فلما عندما وضعوا هذا السقف سئلوا كيف ستفعل هذا من القصف في السماء. كل الحرب التي تديرها إسرائيل هي ليست ضد حماس، هي ضد الشعب الفلسطيني، ضد نعم، المساكين والفقراء. ولذلك هم الآن لكي يقوموا بهذه الحرب يجب أن يقوموا بعملية برية. العملية البرية تتعثر أولا لأن الولايات المتحدة تقول أنها اطلعت على الخطط الحربية الإسرائيلية ولا تشعر أن هذه الخطط سوف تحقق لإسرائيل أي انتصار، بل بالعكس نعم، من الممكن أن تورطها في خسائر، وأن هذه الحرب من الممكن أن تفتح جبهات أخرى، ولذلك ليس صحيحا أن تذهب إلى هناك. وعلى هذا يوجد خلاف اليوم في الشارع نعم. الإسرائيلي. دكتور دليمي، إلى أي مدى تذهب مع الرأي القائل أن حكومة السودان تعمل جاهدة على تطمين واشنطن بأنها لن تصعد ضد قواتها؟ هذا الكلام واقع حال، يعني نتحدث عن كل الأمور التي تحصل في العراق منذ الاحتلال ولحد الآن. هذه الحكومات اللي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية وهي إيرانية الأصل والولاء والعقيدة، فبالتالي الاطمئنان اللي طمأنت الجانب الأمريكي هذا هو هدف الأساسي لوجود هؤلاء، لأنه القواعد الأمريكية الموجودة في العراق وهذه الحكومات هي التي وافقت عليها وهي التي تحميها عمليا على الأرض وتوفر لها كل سبل الحماية، فلم يستجد شيئا جديدا، نعم، ولكن أرادت من هذه التصريحات أن تطمئن الولايات المتحدة الأمريكية بأن المصالح الأمريكية في العراق محمية من قبل هذه الحكومة، وهذا الأمر حقيقة ناتج عن أنه أصحاب الفضل على هذه الحكومة نعم، الأمريكان هم الذين أوجدوهم، ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن حماية هؤلاء حتى من الشعب العراقي، وكلنا نتذكر ما حصل في الماضي عندما أقدمت الولايات المتحدة بطيرانها وبأسلحتها في القضاء نعم، على التظاهرات التي حصلت في معظم مناطق العراق من شماله لجنوبه، ومن الذي وقف مع هذه الحكومة وثبت أركانها، بالتالي التناقض ما بين القول والفعل واضح جدا في هذه المسألة. نعم دكتور مجلي، بحسب قراءتكم ورصدكم ومتابعتكم بشكل متواصل وجلي لما يحصل على الأرض، كيف ينظر الشارع في إسرائيل إلى إطلاق القسام سراح محتجزتين إسرائيليتين لدواعي إنسانية، مع العلم أن الاحتلال رفض قبل أيام من إعلان القسام واستعداده يعني إطلاق سراح الرهينتين بسبب دواعي إنسانية، والاحتلال في حينه رفض، عن موقف الشارع الإسرائيلي تجاه ما فعله القسام وردود الفعل تجاه ذلك؟ أولا نحن نتحدث عن أسيرتين مريضتين بالسرطان، ولذلك عرض قادة حماس نعم، أن يتم إطلاق سراحهما من منطلق الإنساني، نعم، وطبعا هو ليس فقط المنطلق الإنساني بل هذا تكتيك أيضا في اللعبة العسكرية. فأنت عندما تطلق سراح اثنتين، هذا وكان قد أطلق سراح المواطنتين الإسرائيليتين الأمريكيتين سابقا،
يعني أنت تحرك الأوضاع بطريقة أن تشد وتلجم إلى الوراء عملية الاحتلال البري أو القيام بعملية اجتياح. في إسرائيل حاولوا أن يزهدوا هذا الموضوع من إنسانيته، ولكن الأسيرتان عندما تحررتا تحدثتا بشكل واقعي عما جرى لهما، فقالتا أنهما رأتا أشياء فظيعة من حماس في أرض في المنطقة الإسرائيلية، ولكن عندما تم أسرهما تم التعامل معهما بشكل إنساني. هذا الأمر أحدث شرخا. طبعا هنالك من قال أنه هذه خطوات إيجابية، ومن الممكن أن تبين أن بالإمكان إبرام صفقة مع حماس حول بقية الأسرى، وهنالك من انزعج من هذا التصرف وشعر أنه بدأ يقع في مصيدة، لأن العالم نعم يريد إطلاق هذه المبادرات، وإسرائيل لا تريد أن يكون هنالك أي شيء إيجابي قادم من طرف حماس، ولذلك يحاول أن يعبئ الجمهور والرأي العام عموما العالمي، وحتى في الاتصالات مع الغرب يحاولون أن يظهروا أنهم يعني لا يقبلون هذا الأمر، ومن جهة أخرى حتى يحاولون الإعلان أن إسرائيل لا تشارك في المفاوضات التي تجري بين قطر والولايات المتحدة من جهة وحماس من جهة أخرى، وتبين أنه لا، إسرائيل موجودة ولها علاقة في الموضوع، لكن نعم تروج للجمهور حتى تعبئ فقط ضد حماس. نعم دكتور هلال، باعتقادكم إذا كان السوداني يريد طمأنة حكومته، فهل هذه الطمأنة متوافقة مع موقف طهران؟ نعم، متوافقة تماما. موقف طهران هو مبني على أسس الاستفادة من هذه الأحداث، وما تصريح البنتاغون بتبرئة إيران، ساحة إيران من الهجمات الأخيرة، إلا دليل على ما نقول أن الجانب الإيراني والجانب الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق والحكومة الإيرانية التي تحكم العراق هي تمثل الجانب الإيراني بشكل أو بآخر، لأنه لاحظ أنه التصعيد الإعلامي والدعم الإعلامي الذي أصدعوا رؤوس العالم به كان يتوقع من إيران ومن عملائها ومن الذين كانوا يدعون محور المقاومة زورا وبهتان، وهو مكشوف بالنسبة لنا كعراقيين نعرف هذا الشيء، ولكن العالم الآخر البعيد كان يرى في هذا الأمر خلينا نقول صورة كبيرة أنه سوف تقوم وسوف تحدث أحداث، ولكن هذا كلها لم يحدث، بل على العكس نعم إيران ومحورها ومحاورها حاولت أن تلعب الجانب الإعلامي فقط، أما على الأرض نعم وعمليا فابتعدت كل الابتعاد وخذلت الذين ادعت أنها ستدعمهم في حال، وهذا واضح نعم الأمر للحياة. سأعود إليك بسؤال أخير دكتور هلال، أرجو أن تبقى معي ريثما أنتقل بسؤالي من جديد إليك دكتور مجلي. يعني الرئيس الفرنسي ماكرون في زيارته تل أبيب قال بشكل واضح أنه جاء للتضامن مع إسرائيل، وقال أيضا أنه معها ومع ما وصفه حقها بالدفاع عن نفسها، ودعا كذلك إلى تشكيل ما سماه تحالف للقضاء على من يهددون إسرائيل ويمثلون حركات إرهابية، قالها صريحة بالتزامن مع قوله أيضا أنه يدعو لهدنة إنسانية. هل هناك في إسرائيل باعتقادكم وبحسب متابعتكم من يمكن أن يتقبل مثل هذه الطروحات من ماكرون؟ الحديث هنا عن فكرة الهدنة الإنسانية، هل يمكن أن تقبل بها إسرائيل؟ يعني علينا أن نشير أولا إلى أن ماكرون هو واحد من بقية زعماء الغرب الذين اتخذوا موقفا مساندا لإسرائيل في نعم. بداية الحرب وبشكل كبير، وحتى من ناحية عسكرية، وهم شجعوا بذلك أن تقوم إسرائيل بهذا القصف المدمر لأهلنا في قطاع غزة، وفي هذا كان خطأ فاحش. ولكن لغة الغرب مع إسرائيل غير مقبولة هنا في إسرائيل، يعني عندما يتحدث الغرب عن حقوق إنسان وعن ضرورة توفير الحد الأدنى من احتياجات الإنسان، وينتقدونها على أنها قطعت الماء والكهرباء والدواء والوقود ونقص بقي فقط أن تقطع الهواء عن أهل غزة، هذا لا يعجبه. فاليوم عندما بدأت تظهر الصور التي تطلقها الفضائيات العربية ويرونها في الغرب عن نتائج القصف المدمر والمأساوي وعن الأطفال المحروقين من تحت القصف وتحت الردم، الأوضاع المأساوية هذه بدأت تهز ضمائر الناس، فبدأوا يخرجون
في مظاهرات، يعني مظاهرة لندن كان فيها 100,000 إنسان. فهذا بدأ يؤثر بشكل أو بآخر على الحكومات، فبدأت تتحدث أكثر عن المساعدات الإنسانية. نعم وماكرون بالذات جاء وطرح شيئا إضافيا، قال نقيم حلفا ضد نعم حماس على شاكلة الحلف ضد داعش، ولكن قال أن لكن جوهر القضية يبقى القضية الفلسطينية، يجب حلها وفتح آفاق سياسية جديدة والعودة إلى الحديث عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة، وهذا طبعا لم يعجب إسرائيل. نعم إليك بسؤالي الأخير دكتور هلال، البنتاغون أكد على عدم وجود دليل على مسؤولية خامنئي عن شن الهجمات على القواعد الأمريكية، في أي إطار يمكن وضع هذا التصريح دكتور هلال؟ هذا من يقع في من باب الشكر لموقف إيران من الأحداث الأخيرة، وإيران استفادت تستفيد من هذا الطرح، لأنها على وشك أن تقوم بمفاوضات لرفع الحصار عنها ورفع العقوبات عن إيران. واضح جدا أنه كل الميليشيات اللي تعمل الولائية التابعة لإيران هي تأتمر بأمر إيران بشكل واضح. نعم إيران تهدد علنا بتهديد المصالح الأمريكية في كل مكان، وتعلن أنها ستقف مع هذا الطرف أو مع ذاك، ولكن عمليا البنتاغون أراد أن يشكر إيران على موقفها الأخير، لأنها حقيقة أثبتت بأنها صاحبة الفضل على في نعم المنطقة لتفريغ المشروع لتمرير المشروع الأمريكي بدون معارضة حقيقية على الأرض. أما إعلاميا فهذا الكلام نحن نعرفه منذ سنين، الشيطان الأكبر هو الذي أطلق إيران في العراق وفي سوريا وفي اليمن، وكل التصريحات النارية هذه تعودنا عليها، ولكن واقع الحال يثبت عكس ذلك. فبالتالي البنتاغون حقيقة أعطى إشارة واضحة نعم للموقف الأمريكي من النظام الإيراني وما يفعله وما وضحت قدمه من الفكرة. خدمة. الأكاديمي والباحث السياسي هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك. في سؤالي الأخير إليك دكتور مجلي، يعني الاتحاد الأوروبي أيضا دعا إلى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل هذا التحول العالمي باتجاه تخفيف وطأة الحصار ورجوح الدعوة أو الحملة الإعلامية الضخمة التي عرت الأكاذيب الإسرائيلية وكذلك المساندة بهذه الأكاذيب من طرف بريطانيا وكذلك من أطراف أخرى، أمريكا مثلا، في ظل هذا التحول والبحث عن يعني أبواب إنسانية باتجاه تخفيف وطأة الحصار على غزة، باعتقادكم إلى أي مدى ممكن أن ترضخ حكومة نتنياهو إلى مثل هذه الدعوات والضغوطات؟ إذا كانت الولايات المتحدة وحدها تريد أن تمنع إسرائيل عن الاستمرار في الحرب هي تستطيع ذلك. الولايات المتحدة لديها سطوة واضحة على إسرائيل، إسرائيل تعتبر دولة تمثل المصالح الأمريكية، الولايات المتحدة تقدم لها كل هذا الدعم، والآن فوق كل المبلغ الذي تعطيه كل سنة لإسرائيل 3 مليارات و800 مليون دولار كل سنة، الآن قرروا لها مساعدة خاصة ب 14 مليار و300 مليون دولار إضافية، ودعم سياسي، فيتو في مجلس الأمن، تدبير وتجنيد كل أوروبا لصالح إسرائيل. أعتقد أنها إذا أرادت الولايات المتحدة ففي إسرائيل سيرضخون وسيعلنون عن هذا، في بعض الأحيان ممكن أتخيل أنهم مترددون عفوا للذهاب إلى اجتياح بري، كما أنهم يقولون امسكونا حتى لا نذهب إلى هذا الاجتياح، هو مغامرة بالتأكيد، يعني يعرفون أن الأمور لن تكون سهلة في مثل هذه الاجتياحات، هذه الاجتياحات دائما يوجد غلبة للمدافع عن المهاجم حتى من الناحية نعم. المهنية العسكرية. المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور نظير مجلي كنت معنا عبر سكايب من القدس، شكرا جزيلا لك.